دكتور محمد، إندونيسيا، سلوفينيا، من قبلهم ربما جنوب أفريقيا، كل هذه الدول ربما رفعت دعاوى ضد رئيس الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرت، ويمكن آخرها كان أمام المدعي العام في الجنائية الدولية في دافوس تحديدا. يعني برأيك يا دكتور، كل هذه الدعاوى ما جدواها، وإلى أي مدى من الممكن أن تتحرك الجنائية الدولية فعلا؟ يعني أولا، المحكمة الجنائية الدولية هي يعني جهاز قضائي مستقل، وقضاة 18 قاضي، والذي ينظم هذا الجهاز هو يعني معاهدة روما أو النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي يعني من حيث المبدأ، بما أن طرف نحن كفلسطين طرف منضم إلى هذا النظام، فلنا أحقية ملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وهذا ما انتهت إليه المحكمة بأن أثبتت الولاية الجنائية والإقليمية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس. وكل هذه الطلبات المحالة من قبل الدول الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخاصة الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نعم تشكل يعني أدلة جنائية جديدة لدى المدعي العام ولدى قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وتسرع في النظر في التحقيق وإصدار مذكرات التوقيف والقبض ضد مجرمي ومقترفي هذه الجرائم، كما حصل في أوكرانيا عندما حوالي أكثر من 40 دولة أحالت ودعمت الطلب الأوكراني أمام المحكمة الجنائية الدولية. طيب يا دكتور، عند هذه النقطة تحديدا، بما أنه يعني تطرقت لموضوع أوكرانيا، هناك أيضا ملف آخر قررت ربما المكسيك وتشيلي أن تحمله إلى الجنائية الدولية، ولكن الجنائية الدولية يعني وجهت إليها الكثير من أصابع اللوم في الفترة القادمة، لأنها لم تتخذ ربما نفس الموقف في فلسطين كالذي اتخذته بحق أوكرانيا. برأيك إلى أي مدى من الممكن أن تنجح هاتان الدولتان المكسيك وتشيلي أيضا في تحريك هذه القضايا ضد الاحتلال، وما الجدوى أيضا منها؟ هل ستضع الاحتلال عند حده ربما وتحمل مسؤولياته؟ يعني أولا، هذه الإحالة من قبل دول أطراف منضمة أو مصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كالمكسيك وتشيلي، هذه الإحالة تتمتع بقيمة قانونية هامة جدا في التسريع ومن قبل المدعي العام بفتح التحقيق بما حصل أو ما يجري في قطاع غزة من ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وما يجري في الضفة الغربية ومدينة القدس. وهذه الدول نعم لها ثقل، وهي يعني من الدول الأطراف المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي عندما يقدم طلب أو يحال طلب إلى المحكمة الجنائية الدولية، هذا يعني يتمتع بقيمة قانونية هامة جدا لدى قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالتسريع بالنظر في هذه الجريمة أو هذا. وبالتالي المحكمة الجنائية الدولية ليست يعني أنشئت للنظر في جريمة محالة من قبل دولة فقط، وإنما هي جرائم ضد البشرية جمعاء. عندما نقول جريمة الإبادة الجماعية، أبرمت اتفاقية خاصة لها وهي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 48. وكما حصل في الدعوة المقدمة من دولة جنوب أفريقيا، هناك العديد من الدول التي تدخلت لصالح القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا، وهذا التدخل كذلك له تأثير هام جداً في الدعوة الأصلية المقدمة من قبل دولة جنوب أفريقيا. ولاحظنا كيف ألمانيا تدخلت لصالح إسرائيل، ولكن أنا أقول أن هذه الدول يعني تدخلاتها ومرافعاتها القانونية والقضائية لها تأثير كبير جدا أمام قضاة المحكمة الجنائية، أمام محكمة العدل الدولية أو أمام المحكمة الجنائية الدولية في التسريع في البت في هذه القضايا. وثانيا، تشكل أدلة جنائية جديدة من قبل هذه الدول لتحميل إسرائيل المسؤولية الجنائية الشخصية الفردية أمام القضاء الجنائي الدولي، أو تحميلها المسؤولية الدولية أمام محكمة العدل الدولية، لأن محكمة العدل الدولية هي محكمة دول تسائل الدول فقط، بينما المحكمة الجنائية الدولية تسائل الأفراد عن ارتكاب جرائم الحرب وجرائم
ضد الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. يعني إذن أنت يا دكتور لا تلوم ربما الجنائية الدولية كما فعل الكثيرين، لأنه هي حتى الآن لم تتخذ نفس القرار التي أو نفس الموقف الذي اتخذته بحق أوكرانيا. هل أنت متفائل من هذه الدعاوى التي قدمت إلى الجنائية الدولية ومن مدى جدواها؟ يعني أولا أنا يعني لا أقول يعني أولا يعني هناك ازدواجية في التعامل، هذا لا ننكره، هناك انتقائية في التعامل وفي اتخاذ القرارات الدولية، سواء من مجلس الأمن باستخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو، أو سواء من قبل محكمة العدل الدولية عندما تحركت بأسرع وقت ممكن في القضية في أوكرانيا، وكيف تحركت المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام في القضية المطروحة من قبل أوكرانيا ضد روسيا، وكيف أصدر المدعي العام مذكرة توقيف وقبض بحق الرئيس الروسي بوتين، وكيف تحركت محكمة العدل الدولية بالسرعة الممكنة وأصدرت تدابير مؤقتة ضد روسيا. ولكن بالرغم من هذا الازدواجية وهذا التعامل، لكن أرى أن محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية ليست هي جهاز تنفيذي أو سياسي، هي جهاز قضائي، وبالتالي على هذه الأجهزة القضائية أن تحترم، وهؤلاء القضاة يجب أن يحترموا أنفسهم لأنهم لا يمثلوا دولهم وإنما يمثل هذه المحكمة، وتم انتخابهم على أساس أنهم قضاة نزيهون يتمتعوا بأخلاق عالية وضمير إنساني ويتمتعوا بالحيدة والاستقلالية، ولا يحكموا وفقا للأهواء السياسية أو لهذا الموقف السياسي، وإنما وفقا للقانون. هذه محاكم قانون وليست محاكم سياسية كما يحصل في الجمعية العامة أو مجلس الأمن في هذا الجانب. القضية وأنا يعني بغض النظر هو يعني المدعي العام السيد كريم خان قام بزيارة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، صحيح، والتقى مع سيادة الرئيس والتقى معي كوزير عدل، وأكد على أنه هناك سائر بالتحقيق ويسير بالتحقيقات وفق أصول مهنية وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ونحن ننتظر النتيجة إن شاء الله أن يتم إصدار مذكرات توقيف وقبض بحق رئيس الوزراء وبحق هؤلاء القادة العسكريون الذين فعلا يرتكبون أبشع الجرائم. يعني